أحمد بشير هلال الدين ابن الشاغور ومن سكان حرستان. اضطريت أطلع برابع سنة جامعة إلي وإني أتغرب. طلعنا من بيتنا بحرستا وهم بلشت الغربة. الوجهة الأولى كانت مصر. شايف صورك على الجزائر. كونه الشاب السوري ما فيه يقعد عطال بطال. اشتغلت بمطعم بهذا الوقت بهالثلاث شهور بمطعم سوري لصار وقت الفحوصات بجامعتي بالشام. كان بقيان ست مواد وبتخرج، بينما بمصر لو كملت هني كان بدي اخسر سنتين من عمري وارجع سنة تانية جامعة. وفعلا رجعت على الشام وكنت فيه الصبح ادرس المكتبة لحتى تسكر الساعة 2، وبعدها اروح على قهوة بالشعلان كان اسمها بيجز ادرس فيها بغرفة المطالعة لشي الساعة 8 تقريبا، وبعدها بطلع مع الشباب على القهوة شدة واللذي منه. بآخر القعدة بقى بيجي سؤال السهرة، ايه يا شباب عن مين بدي نام اليوم؟ سفرني عأي بلد واتركني وانساني. سافرت بعدها على لبنان واشتغلت هنيك سنة ونجحت بفحص الآيلتس وقدمت ورائي على السفارة الألمانية ببيروت لحتى كمل الماجستير بألمانيا. سكنت بألمانيا بأربع مدن مختلفة وزرت أغلب المدن التانية، كونت صداقات جديدة، بنيت جسور تواصل غريبة عني. درست بماجستيرين وهلأ عم أكتب الأطروح عن IFRS 16 معيار المحاسبة 16، وعم أشتغل بشركة تدقيق عالمية بفرانكفورت. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. إذا سألتني شو الغربة بالنسبة لي فيني لخصها بمرحلة إثبات الذات. الغربة طلعت مني أشياء جديدة ووسعت مداركي، مثلا صرت بعرف أطبخ كل شيء من اليبرة للكوردون بلو. بس أهم شيء أني صرت أقدر اتواصل او بعرف اتواصل مع اشخاص من ثقافات تانية غير اللي تعودت عليها.